السلام عليكم حبايبي طلبة بريب 1، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نحل مع بعض تقييمات الاسبوع الخامس، وهنبدأ بالاداء المنزلي. ولو كنتوا اول مره تشوفوني، انا المهندسه فاطمه ودي قناتي ويكان ماس اند اي سي تي. اتمنى يا رب تكون مفيده ليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل اصحابكم، وما تنسوش تنضموا لجروب الواتساب المثبت في الكومنت تحت الفيديو، جروب الواتساب المجاني لاستفساراتكم في اي وقت. تعالوا كده بينا مع أول سؤال. Question 1: The only part in the form A to B, each of the following. أنا عندي النمبر ده جوه الأبسوليوت، صح؟ يبقى النمبر ده هيطلع معايا positive، يبقى 2 and 1 over 4. إزاي أحطه في الشكل A to B؟ يعني إزاي أحطه في شكل rational number؟ أنا عندي mixed number هحوله improper، كنت بحوله إزاي؟ أدي 2 and 1 over 4، بعمل 2 multiply 4، 2 multiply 4 equal 8، بعد كده ال 8 دي بعمل لها plus 1، يبقى أنا باخد ال whole أعمل له multiply denominator plus numerator، والdenominator بتاعي ثابت اللي هو ال 4، يبقى 2 multiply 4 8 plus 1 equal 9، يبقى هيكون 9 over 4. طيب ده الريكيورينج اللي انا شرحته في الفيديو، ان انت بتكتب على الكالكوليتور 0.333 كتير كده لغاية ما السكرين بتاعتك تتملي، هتلاقيه 1 over 3 بيتكرر كتير جدا واكيد انت حفظته. Number 2: بيقولي write each of the following rational number in the form of percentage. In the form of percentage عشان احول الفراكشن لبرسنتج بعمل له multiply 100. طبعا انت دلوقتي تقدر تعمله بسهوله على الكالكوليتور، divided 1 5 equal 1، divided 5 equal 20، 20 multiply 2 equal negative 40%. نفس الموضوع 3 over 8 هعمل له multiply ال 100، هتعملها طبعا على الكالكوليتور هتطلع معاك 35.5%. ولو عملناها بالسمبليفاي، divided 4 equal 2، divided 4 equal 25، 25 multiply 3 equal 75، divided 2 equal 35, 37.5. وتعالى على سؤال number 3، بيقول لي write 2 rational number each of them equal the number negative 4 over 7. يعني كأنه بالضبط بيقول لك هات لي equivalent ratio، يبقى أنا ممكن أعمل multiply up and down multiply 2، يبقى أنا عندي ال negative 8 over 14 ده equals negative 4 over 7. ممكن أعمل up and down multiply 3، يبقى equal 3 multiply 4 equal 12، و 3 multiply 7 equal 21. تقدر تعمل multiply up and down لأي number أنت عايزه. بيقولي number 4: put in the simplest form the number. عايزني أحط النمبر ده في simplest form. هبص كده هلاقي عندي common factor 5، يبقى أنا هعمل up and down divided 5 equal 5 divided 5 equal 9، يبقى ده simplest form بتاعي. بيقول لي find the simplest form of the result. أنا عندي ال 1 over 5 دي حولها كده حولها ل percent، أو حول ده كده ل fraction. 60% يعني 60 over 100، أدي 0 مع 0، divided 2 equal 3، divided 2 equal 5، يبقى أنا كده بقى عندي 1 over 5 plus 3 over 5 يعني equal 4 over 5. Number 6: find in the form A over B the result of adding. ركز بقى، the result of adding هيعمل add لإيه؟ لل additive inverse of the number. طب النمبر ده هيطلع لي positive عشان هو جوه ال absolute، يبقى ال additive inverse بتاعه negative، يبقى أنا هاخد negative 5 over 2، ده ال additive inverse بتاع ال absolute. هعمل له add مع ايه؟ مع ال additive identity. طيب انا ال additive identity عندي 0، يبقى معنى كده ان انا هعمل negative 5 over 2 plus 0 equal negative 5 over 2، وطلع لي اهو على الفورم A to B.
number 7 بيقول لي find the result of subtracting. الفيربل ده احنا خدناه السنه اللي فاتت، كنت باخد اللي بعد الفروم اللي هو negative 2 over 5 minus اول نمبر ده اللي هو negative 1 over 5. الفورم ده ما بتغيرش، subtracting from، يبقى ده هو اللي بعد الفروم الاول minus ده. طيب minus multiply minus equal ايه؟ equal positive. negative multiply negative equal positive، يبقى انا عندي negative 2 over 5 plus 1 over 5 يبقى equal، ادي ال 5 ثابت و negative 2 plus 1 equal negative 1. وتعلمنا ازاي نعمل لهم plus بكل سهولة. بيقول لي use the addition property to find each of the following. اول حاجة هبص كده، واتفقنا ان ال addition properties للتسهيل، تمام؟ فانا عندي دول additive inverse لبعض، يبقى انا هخليهم جنب بعض اهو. negative 4 over 7 plus 4 over 7 plus 2 over 9. أنا كده عملت إيه؟ عملت الكامياتاتيف بروبارتي، تمام؟ وبعدين التو نمبر دول هعمل لهم بلس، حطهم between parentheses واكتب له تحت الاسوشيتيف، هعمل لهم بلس هيطلع زيرو، يبقى أنا كده استخدمت بروبارتي الاديتيف انفيرس. طيب لما اعمل لي الزيرو بلس 2 over 9 يبقى equal 2 over 9، وكده انا استخدمت الـ additive identity اللي هو الـ number plus 0 equal the same number. طيب letter B، تعالى كده معايا على letter B. انا هاخد الـ common، تمام، اللي هو the same denominator like denominator هاخده مع بعض، يبقى انا هاخد الـ negative 3 over 10 بلس مع ال 5 over 10 وبعد كده بلس 1 over 5 بلس negative 1 over 5. يبقى أنا كده عملت إيه؟ عملت الكمياتيف، هتكتب له كده وبعد كده هتحط له برانسيس ما بين كل اتنين وتكتب له الأسوشيتيف، وبعد كده هتعمل بلس 5 بلس negative 3 equal 2 different، أعمل لهم minus وحط sign النمبر الكبير بلس، دول additive inverse لبعض يبقى بلس 0، وتقول له ان انت استخدمت ال additive inverse. 2 over 10 plus 0 equal 2 over 10، هعملها simplify هتبقى 1 over 5 وهقول له استخدمت ال additive identity، تمام. طيب بعد كده بيقول لي what is the increase of the number negative 3 over 8 than the number، يعني النمبر ده يزيد عن ده بقد ايه؟ معنى ان النمبر ده يزيد عن ده بقد ايه، يبقى ده النمبر الكبير بتاعي، ده التوتال. وبما ان ده التوتال يبقى انا هاخده اللي هو negative 3 over 8 واعمل له minus 1 over 8، تمام؟ طيب انا عندي لايك دينومينيتور هحطه نيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف 1، اعمل لهم بلس واحط ساين الساين بتاعتهم، كده انا اقدر اعمل لهم سمبليفاي اب اند داون، ديفايدد 4 ايكوال 1 ديفايدد 4 ايكوال 2 هيطلع نيجاتيف هاف. يبقى لما تلاقي الاكسبريشن بتاع ذا انكريس خده بترتيبه، نيجاتيف 3 اوفر 8 ماينس ال 1 اوفر 8. نمبر 10 بيقول لي f x equal negative 2 over 9 وال y 4 over 9، عايز ال 2 x plus ال y. دايما اكتبه بترتيبه كده، 2 x يعني 2 multiply ال x اللي هي negative 2 over 9 plus ال y اللي هي ال 4 over 9، 2 multiply 2 equal 4 يبقى انا كده عندي negative 4 over 9 plus ال 4 over 9 ال additive inverse لبعض يبقى equal 0. يبقى دايما خد الاكسبريشن زي ما كاتبه لك واعمل substitute فيه بالراحه خالص. بيقول لي number 11 find the result of each of the following in the simplest form، واحنا اتفقنا لازم نحطه في simplest form. 3 مع 3 يبقى equal 1 over 7. هنا هاخد 2 multiply 3، هنا 2 over 10 الأول ممكن أعمل لها simplify، أو عايز تعمل simplify في الآخر براحتك. divided 2 equal 1 divided 2 equal 5، بقى عندي 1 multiply 3 equal negative 3 و 2 multiply و 5 multiply 5 equal 25.
letter C عشان أحله لازم أحول ده الامبروبر 2 multiply 6 12 plus 1 13 يبقى 13 over 2 multiply 2 over 13 two number هما المultiplicative inverse البعض المultiply بتاعهم 1 أهو 13 مع 13 و 2 مع 2 يبقى equal 1 زي ما قلنا. طيب letter D اتفقنا divided أو multiply ما ينفعش اشتغل عليه وهو mixed number 4 multiply 2 equal 8 plus 1 equal 9 يبقى أنا كده عندي negative 9 والdenominator بتاعي ثابت divided عمل لها change و المultiplicative inverse خليك فاكره 2 يعني 2 over 1 هيبقى 1 over 2 negative 9 multiply 1 equal negative 9 و 2 multiply 2 equal 4. طيب هنا الأولوية للبرانسيسز هشتغل اللي جوه البرانسيسز الأول أنا عندي 3 وعندي 1 different هعمل لهم minus 3 minus 1 equal 2 يبقى 2 over 8 وبعدين change والmultiplicative inverse 4 over 1 2 multiply 4 equal 8 over 8 يعني equal 1 number 12 بيقولي fx equal negative 5 over 8 والy 3 over 8 والz 1 over 8 find the result of x plus y plus z يبقى أنا هاخد الx زي ما هي اهي negative 5 over 8 plus 3 over 8 plus 1 over 8 like denominator ينزل زي ما هو negative 5 plus 3 يبقى negative 2 plus 1 يبقى negative 1 over 8 هعمل لهم plus براحة خالص تمام عايز تعمل 3 plus 1 4 plus negative 5 هتطلع لك برضو negative 1 number 13 if the product of two rational number ركز مع بعض بقى في الاكزامبلز الجاية دي ده البرودكت One of the two numbers is negative 3 over 7. What is the additive inverse of the other number? طيب نجيب الـ other number الأول وبعد كده نبقى نشوف الـ additive inverse بتاعه. أنا عرفت إن ده هو الـ product. يعني أنت عندك كده كأنك بتقول بالظبط أنا معايا negative 3 over 7 هعمل له multiply في number وليكن y والريزلت بتاعتي طلعت 15 over 49 طب أنت عايز تجيب الـ factor ده مش هتاخد الريزلت ده تعمل له divided الـ factor التاني اللي هو 3 over 7 واحد تاني يقول لي إيه طب ما أنا حلها على شكلها يعني انت قلت ان negative 3 over 7 multiply equal 15 over 49 هقول هي 3 multiply كم يديني 15 3 multiply 5 7 multiply كم يديني 49 7 multiply 6 وما تنساش النيجاتيف بتاعتك عشان الريزلت طلعت positive يبقى كده الاديتيف inverse هو the same number with different sign يعني 5 over 7 طيب لو عايزة احلها بالطريقة بتاعت divided اهي 15 over 49 هعمل لها divided الـ negative 3 over 7 هعمل change و negative 7 over 3 وابتدي اعمل بقى simplify هتلاقي 3 مع 15 هيتبقى هنا 5 وهنا 7 مع 49 هيتبقى هنا 7 وتطلع معاك negative 5 over 7 والـ additive inverse هيبقى 5 over 7 طيب number 14 بيقول لي البرامتر of the opposite triangle 12 احنا اتفقنا ان البرامتر ده هو the sum of all sides يعني كل البلاس بتاعهم كلهم التوتال هو عايز الاكس يبقى الاكس ده هو عبارة عن التوتال اللي هو البرامتر minus minus ايه ده بلاس ده اللي هو 4 and 1 over 8 plus 5 and half طيب الـ 5 and half هو عبارة عن 4 over 8 تعالى كده نشتغلها تحت اهو هقول له الـ x equal 12 minus الـ 4 and 1 over 8 plus الـ 5 and 4 over 8 هتطلع معايا كام؟ ادي 12 minus 4 plus 5 equal 9 1 plus 4 equal 5 over 8 ما تنساش أنا لازم أعمل لده regrouping زي ما شرحت في الفيديو ال 12 هيبقى عبارة عن 11 و 8 over 8 minus 9 و 5 over 8
شغل السنين اللي فاتت 8 minus 5 equal 3 over 8 و 11 minus 9 equal 2. يبقى أنا كده عندي الـ x طلعت equal 2 and 3 over 8 سنتيمتر. تمام؟ ما تنساش اليونت بتاعتك واشتغل في المسألة بالراحة. البرامتر برضو نفس الموضوع، هو the sum، يعني أنا هاخد دول كلهم الأول أعمل لهم بلس، وبعد كده هعمل ال 45 ماينسهم يطلع لي الاكس. طيب تعالى كده نعمل لهم بلس 10 اند 1 اوفر 8 1 اوفر 4 وهاف 1 اوفر 8، هنخلي كله اوفر 8. يبقى ال 1 اوفر 4 يعني 2 اوفر 8، عملت اب اند داون ملتبلاي 2 اوفر 2 بلس ال 12 والهاف يعني 4 اوفر 8 بلس ال 13 وال 1 اوفر 8. اعمل للفراكشن بلس 1 plus 4 plus 2 equal 7 over 8 و 13 plus 12 25 و 10 35. تمام؟ يبقى أنا كده هاخد ال 45 دي اللي هي equal 44 and 8 over 8 بنفك 1 منها minus 35 و 7 over 8. 8 minus 7 equal 1 والdenominator ثابت و 44 minus 35 equal 9، وما تنساش اليونت بتاعتك بالسنتيمتر. ويلا بينا على التقييم الأسبوعي. Number 1 بيقول لي but in the form A to B the number 0.6 in the simplest form. طبعا 0.6 أنا عارف إن هي عبارة عن 6 over 10، عندك بعد الدسمال بوينت نمبر 1 يبقى الدينومينيتور بتاعك 10. أنا هنا هعمله simplify، هعمله up and down divided 2، 6 divided 2 equal 3 و 10 divided 2 equal 5. Number 2 بيقول لي write 2 rational number each one of them equal the number absolute negative 2 over 7. عايزني أكتب 2 rational number يبقى equivalent للfraction ده أو الratio دي. طيب أنا الأبسليوت عندي هيطلع بالبوزيتيف، يعني نيجاتيف 2 over 7 هو equal 2 over 7. زي ما شرحت في الأداء المنزلي إن أنا هعمل multiply up and down، اختار الملتبلاي اللي أنت عايزه، أنت بتكتب equivalent fraction، فتعمل مثلا multiply 2 over 2 يعني 4 over 14، هتعمل multiply 3 over 3 يعني 6 over 21. يبقى أنا بعمل multiply up and down أي number، multiply 4 over 4 multiply 5 over 5. طيب اللي بعده number 3 بيقول لي find the result of subtracting absolute negative 2 over 9 from. الverbal ده انتو خدتوه السنة اللي فاتت، start دايما بنبدأ باللي بعد from، يعني هقول negative 5 over 9 minus الابسليوت ده اللي هو هيطلع لي 2 over 9. يبقى أنا start ببدأ من اللي بعد from minus النمبر اللي هو 2 over 9. أنا عندي هنا negative وده كده negative، يبقى 2 number with same sign أعملهم plus، الدينومينيتور بتاعي ثابت لأنه like. 2 plus 5 equal 7 وأحط الساين بتاعتهم اللي هي النيجاتيف. Number 4 use the addition property in Q to find the result. اتفقنا إن ال addition property عشان تسهل عليا المانيتور، يبقى أنا لازم أكتب steps، لو استخدمت الكالكوليتر مش هتاخد الدرجة بتاعتك. طيب هبص كده هاخد اللايك دينومينيتور ده هيسهل لي عملية البلس، يبقى أنا هاخد النيجاتيف 4 over 10 مع 2 over 10، أنا كده بدلت، يبقى عملت كومياتيتيف بلس 1 over 4 بلس نيجاتيف 1 over 4، واكتب له كده إن ده كومياتيتيف. بعد كده حط برانسيسس ما بين كل 2 نمبرز هتعمل لهم بلس، واكتب له تحتها اسوشيتيف، واعمل بقى بلس اهو 2 number with different sign اعمل لهم minus. 4 minus 2 equal 2 واحط sign النمبر الكبير اللي هي ال 4 يبقى negative، يبقى negative 2 over 10 plus، دول additive inverse لبعض يبقى ال plus بتاعهم 0. وكده انا استخدمت ال additive inverse، هقول له additive inverse. وبعدين انا عندي fraction plus 0
equal the same number. يبقى أنا كده استخدمت الـ additive identity. يبقى هقول له additive identity. بس خد بالك قال لك simplest. يبقى هتقول له up and down divided 2. يبقى negative 1 over 5. Number 5. Find the result of each of the following in the simplest form. Letter A. 5 and half multiply negative 2 over 11. طبعا عارفين ان ما ينفعش ابدا اعمل multiply او divided وهو mixed. لازم اخد المكسد ده واحوله لامبروبر. باخد الهول multiply denominator. 5 multiply 2 equal 10 plus 1 equal 11. والdenominator بتاعي ثابت. يبقى equal 11 over 2 multiply negative 2 over 11. طبعا هنا النمبر ال 11 مع ال 11 وال 2 مع ال 2 هيبقى equal negative 1. طيب letter B. طبعا في ال order of operation انا بشتغل الاول على اللي جوه ال parentheses. انا عندي like denominator هينزل زي ما هو وال 2 number دول different. يبقى اعمل لهم minus 3 minus 1 equal 2. ال divided هتحول وتحصلات تشينج وهتبقى multiply. وهجيب المultiplicative inverse in number يعني اعمله flip 10 over 4 وابتدي اعمل multiply 2 مع 2 هنا هتبقى equal 2 وهنا 2 multiply 5 مع 10 هيروحوا مع بعض يبقى كله equal 1. ويلا بينا على التقييم الثاني. بيقولي but in the form a to b the number نفس اللي لسه حلينها بالظبط دي 8 over 10. 8 over 10 هعمل لها simplify هتبقى equal 4 over 5. بيقولي x equal ومدين ال y و z وعايز the result of x plus y minus z. اشتغل عليها بالراحة خالص from the left. ال x negative 4 over 10 plus ال y 1 over 5 minus ال z اللي هي 4 over 5. طيب انا ال 4 over 10 دي مش اقدر اشيلها واخليها negative 2 over 5 اعمل لها simplify. تعالى كده نشيلها ونخليها negative 2 over 5. يبقى هكتب له هنا انت طبعا هتقول له equal negative 2 over 5 عملت up and down divided 2 تمام. وبعد كده هبتدي بقى نيجاتيف 2 بلس 1 اهو 2 نمبر ديفرنت اعمل لهم ماينس يبقى نيجاتيف 1 ومعايا نيجاتيف 4 2 نمبر with the same sign اعمل لهم بلس يبقى نيجاتيف 5 over 5 معناها equal نيجاتيف 1. طيب نمبر 3 بيقول لي اف ذا برودكت دي شرحت زيها في الاداء المنزلي. بيقول لي اف ذا برودكت اوف تو نمبر از يعني ده الريزلت واحد منهم نيجاتيف 4 اوفر 5 وات از ذا اذر نمبر الرقم الثاني هيكون ايه. قلت لك انت عندك اهو النيجاتيف 4 اوفر 5 حصل له ملتبلاي نمبر اداك 8 اوفر 15 وحلتها لك بطريقتين. في أسهل حاجة يبقى الـ 4 times 2 equal 8 والـ 5 times 3 equal 15 وطبعا هنا النيجاتيف حصل لها multiply النيجاتيف يبقى عشان كده الريزلت طلعت positive يبقى equal negative 2 over 13. عايز تاخد الـ 8 over 15 وتعمل لها divided مع ده هيطلع لك نفس الريزلت بالظبط. طيب نمبر 4 what is the increase of the number than the number. قلت لك الانكريز يعني الرقم ده بيزيد عن ده قد ايه. يبقى ده التوتال بتاعك خده بترتيبه يعني هقول له نيجاتيف 5 over 9 minus 1 over 9 اهو with like denominator هحطه وال 5 plus 1 6 هعمل لهم بلس طبعا عشان هما with same sign واحط الساين بتاعتهم وبعد كده هعمل لهم simplify and down divided 3 يبقى negative 2 over 3. Number 4 بيقولي find the result of each of the following in the simplest form. تعالى كده ادي 2 اهي مع 2 يبقى equal negative 1 over 4. طيب letter B انا هنزل اهي 3 over 7 زي ما هي بلس ده هيطلع من ال absolute positive اهو divided 4 over 14.
1 plus 3 equal 4 يبقى أنا عندي 4 over 7 multiply هعمل multiplicative inverse يبقى 14 over 4 الفور مع الفور divided 7 1 divided 7 2 يبقى equal 2. ويلا بينا على التقييم الرابع. بيقول لي but in the form A to B برضو نفس الموضوع يبقى 4 over 10 هعمل لها simplify up and down divided 2 يبقى 2 over 5. بيقول لي write 2 national number برضو يبقى أنا عندي الرقم ده هو 4 over 5 هعمله up and down multiply 2 يبقى 8 over 10 هعمله multiply 3 over 3 هعمله multiply 5 over 5 أي number أنت عايزه. لو قلنا 5 over 5 4 times 5 equal 20 5 times 5 equal 25. Find the result of subtracting absolute negative 5 over 6 from negative 1 over 6. اتفقنا أن أنا باخد اللي بعد الـ from اللي هو negative 1 over 6 minus ده هيطلع بالpositive 5 over 6 يبقى with the same sign اعمل لهم plus يبقى 6 الساين بتاعتهم نيجاتيف احطها يبقى equal negative 1. Number 4 بيقول لي use the addition property. الaddition يبقى انا هروح على التو نمبر with the same like denominator يبقى انا كده هقول له number 4 تعالى كده نحلها اهي هاخد ال negative 4 over 6 مع ال 2 over 6 وبعدين هاخد ال 1 over 3 مع negative 1 over 3 وهقول له ان انا كده عملت commutative property وبعد كده هاخد ال 2 numbers احطهم between parentheses زي ما اتفقنا واقول له ان ده الassociative اعمل لهم plus ال 6 تنزل وال 2 minus 4 equal negative 2 باخد sign النمبر الكبير plus دول البلس بتاعهم equal 0 يبقى أنا كده استخدمت ال additive inverse هعمل لهم plus هيبقى equal negative 2 over 6 السimplify بتاعها up and down divided 2 يبقى negative 1 over 3 وهقول له كده استخدمت ال additive identity. طيب تعالى على آخر سؤال أهو 7 مع 7 divided 3 equal 3 divided 3 equal 1 يبقى equal negative 1 over 3. طيب letter B letter B أنا عندي هنا الـ number ده طبعا هيبقى positive يبقى 5 plus 1 equal 6 يبقى هقول له كده 6 over 7 الـ divided هتبقى multiply وهعمل الـ multiplicative inverse divided 7 equal 1 divided 7 equal 2 2 multiply 6 12 divided 12 equal 1. وبكده حبايبي نكون خلصنا مع بعض تقييمات الوزارة. أتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط بالنسبة لكم واستنوني في باقي فيديوهات المنهج وما تنساش تحط الساين بتاعتك